تتعدى حدودك ينتهي وجودك. هادو تعدوا الحدود تيراو عليهم. بعد التهجم تاع البراتيش على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بالبزاف، بالطبع الجزائريين ما راحش يسكتوا، ما كانش كيفاش يسكتوا، واللي يسكت ما هو الجزائري، ورد عليهم بحاجة في المستوى من الاخر. هذا هو الجزائري تاع الصح، ما كانش تمسخر معاه. ردوا عليهم بزوج كلمات: تتعدى حدودك ينتهي وجودك، هكذا يقول القانون الدولي. واي دولة كانت في مكان الجزائر كانت راح تدير نفس الشيء. وما كانش كيفاش تسيي وتلصقوا الغلطة في البحرية الجزائرية. البحرية الجزائرية قامت بالعمل تاعها على اكمل وجه، ونوجه لهم تحية من هذا المنبر، وانتم ثانية الجزائريين وجهوا لهم تحية في التعليقات. يا البحرية الجزائرية رانا معاكم اليوم وغدوة. المهم نروح نشوفوا ردود فعل الجزائريين، ما خلاو لهم والو من الاخر. لكن قبل كل شو بلا ما نوصيكم، اهبطوا كامل يا الجزائريين للتحت وخليوا اللايك، خلي اللايك خويا الجزائري، ما راك خاسر والو، رانا ندافعوا عن هذا الوطن والجزائر تحتاجنا في هذا الوقت. وكيما على بالكم راني وحدي نواجه الالاف من القنوات والالاف من الحشرات اللي يجيو يسنياليو. نبداو بالفيديو الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، مرحبا بكم دائما وكالعادة، معكم جمال صغير. شوف ما تقول لي لا اخوة لا عنصرية لا ديكتاتورية لا سفاحين لهم يعزانون. هذا الخبر اللي امامكم راه داير ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المغربية، على اساس ان هناك خفر سواحل جزائريين كتلوا مغربيين. في البدايه كانوا مغربيين، لكن بعد ما بغاو يلزقوا التهمه في الجزائر لزقوها على اساس انهم عندهم جنسيه فرنسيه، ولو بغات جنسيه تاع ديناصورات. عجبتني هذه، قال لهم يلو كان عندهم جنسيه تاع ديناصورات ما يهمناش، اي دوله تتعدى الحدود تاعها مع الجزائر تدي حقها من الاخر. انت اللي خليت هادو الناس يعدوا من المياه المغربيه ودفعتهم للمياه الجزائريه. انت اللي دفعتهم للمياه الجزائريه. خفر السواحل تعاملوا معاهم في البديه، في الثانيه، في الثالثه، في الرابعه تعاملوا معاهم بصرامه وجديه. انتوما داخل المملكه المغربيه انت اللي تتحمل المسؤوليه، ماهوش الجزائر. كما شفتوا يا الجزائريين عنده الحق. البحرية الجزائرية حذرتهم خطرة زوج ثلاثة، وكاين هدرة قالت لك باللي ربحوا معاهم العيب لما البراتيش هذوك، فكي ربحوا معاهم العيب وزادوا هربوا تيروا عليهم. نورمال عادي جدا، قاموا بالعمل تاعهم على اكمل وجه. نروح نشوفوا الفيديو اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله كامل تكونوا بيان. حبيت نمد الراي تاعي كشاب جزائري حول الحادثه اللي وقعت اليوم ما بين الجزائر والمغرب. كما سمعتوا زوج تاع المغاربه كانوا في جاتسكي، تجاوزوا الحدود المغربيه ودخلوا الحدود الجزائريه، تم اطلاق الرصاص عليهم، واحد توفى وواحد راه في السجن. حاجه الاولى، ان لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويوسع عليه المغربي اللي توفى، اللهم لا شماته في الموت. بصح خوتنا المغاربه بغيت نوضح لكم واحد الامر، كنتوما تاني قتلتوا لنا زوج ما تنسوش، وزوج اللي قتلتوهم منا بشي دي سيليباتير. راك غالط الاخ، وانما ثلاثه، نعم ثلاثه مواطنين عزل، سائقي الشاحنات الجزائريه ربي يرحمهم، ادعيوا لهم كامل برحمه يا الجزائريين. في كل فيديو راني نذكركم ارباب عائله وعندهم اطفال ويتمتوهم، ونهار اللي طلقتوا عليهم الرصاص بالدرون قعدتوا تفتخروا في لي باج تاعكم وتنشروها بفخر، وتقولوا شوفوا القوه اللي راها عندنا، وشوفوا العسكر تاعنا كيف راه يحمي الوطن تاعنا. احنا تاني هذه بلادنا، وكاين قانون متفق عليه دوليا ومنصوص عليه، تتعدى حدودك ينتهي وجودك. والله يا الاخ غير عندك الحق، نعم عندك الحق، لانه البراتيش لما صارت الحكايه هذيك ناضوا يضحكوا علينا، ناضوا يستشفاو. نعم يضحكوا، انا نقول لكم كامل القنوات تاعهم، كامل الاخر الاعلام تاعهم يحكي بكلمه واحده، رانا حمينا مالكنا، لانه ما يهمهمش الوطن، لازم المالك ومن بعد يجي الوطن. هادو تعدوا الحدود تيراو عليهم، هاد الجندي طبق الا القانون المنصوص عليه في الدوله الجزائريه. انا الميساج اللي بغيت نوصله لخاوتنا المغاربه، كيما راه غايدتكم احنا تاني غايدتنا، كي قتلتوا لنا هادوك زوج اللي هما ارباب عائله، كيما راكم مضرورين انتم ضروك احنا تاني ضرينا، وهذه راها باينه كي تفوت الحدود يكملوا معاك، كيما انتم كملتوا مع تاوعنا احنا كملنا مع هادو، رغم ان في زوج رانا في الفو، احنا في زوج مسلمين ونورمالمون هاد الصلح ما يصروش بيناتنا. وميساج تاني بغيت نوصله لخاوتنا المغاربه، انتم كي تحالفتوا مع هذاك الكيان لعينه الله ما درتوش
هاد الضجة على النظام تاعكم اللي تحالف مع هاد الكيان. نقطة بزاف مهمة، نمدلك 10 على 10 الأخ، لأن النقطة هذه بزاف مهمة. شوفوا يا الجزائريين، لما طبعوا كش ما داروا هل تكلموا؟ داروا فيديوهات، نشروا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شفنا والو. لكن علاش راهم يتكالبوا علينا درك؟ علاش؟ والجزائر قلت لكم واحد تجاوز الحدود هو اللي غلط، شوفوا كي راكم. انا نتمنى كون نطوا درتوا هذا الضجه كي النظام تاعكم تحالف مع هذاك الكيان اللي راه ينتهك وراه يحقر وراه يغتصب وراه داي اراضي تاع خوتنا لمسلمين كيفنا وعرب كيفنا. يعطيك الصحه الاخ. الان يا الجزائريين راح نروحوا لوحد الجزائري عنده وجهه نظر واللي هي ربما قريبه من الواقع، يعني الحكايه او القصه الحقيقيه لما حدث. لانه قلت لكم في السابق المراركه كانت عندهم سوابق عدليه لاتهامات باطله للبحريه الجزائريه، اكدوا لي على البحريه الجزائريه، اخرتها واحد القصه صارت في 2022، وبعد التحقيقات وكذا ظهرت باللي البحريه المغربيه هي اللي دارت هذيك الجريمه ضد وحده من بلادهم، يعني مغربيه. المهم نروحوا نشوفوا واش يقولوا هذا الجزائري. تحية طيبة لكم جميعا. إذا مؤامرة جديدة تحاك من المخزن المغربي، لكن هذه المرة ضد مواطنين مغاربة أبرياء بغية فقط النيل من الجزائر بأي شكل. موضوع الشباب المغاربة الأربعة الذي يقال بأن 2 منهم قتل و2 جرحة ضرب بنيران مغربية برصاصات مغربية، لا علاقة للجزائر لا من قريب ولا من بعيد بهذه التمثيلية الهزيلة بهذا السيناريو. للأسف شوف وين وصلوا، وين وصل المخزن، صار وصل المرحلة أنه صار يضحي بمواطنيه فقط من أجل النيل من الجزائر ومحاولة تشويه الجزائر وشيطنة الجزائر وإظهار الجزائر في صورة يراها فقط هو في مخيلته. جاتكم غريبة يا الجزائريين أنه هدر الهدرة هذه، لكن صدقوني لو كان تبعوا مليح التاريخ تاع البراتيش راح تفهموا وش راهو يقول مليح. هذو الناس قادرين يضحيوا بكلش من أجل ميمي ستة تاعهم، لأنه على حساب الهدرة اللي راهي الدور باللي ميمي ستة قلت لكم محتجز في القصر تاعو في الجابون. أولا الجزائر دولة قانون، دولة مؤسسات. الجزائر لو نسيتوا فقط، الجزائر ليست هذه الدولة. الجزائر منذ أقل من شهر سمحت لطائرة بالنزول خصيصا من أجل أن تعالج حاجة مغربية في الجزائر، وجاءنا الرد من ابنها وشتمنا وشتم الجزائر وشتم رموز الجزائر، والله يسامحوا. لكن الجزائر أبدا لا تقتل العزل للأسف. الله يرحم الأموات والله يشفي الجرحى، لكن هذا الناس ضربتهم الدي اس تي المغربية. و كيما شفتوا هذه ردود فعل الشعب الجزائري، يعني ردود فعلك تشوف اك تشوف يعني الفرق بين ناس عندهم عقل وناس عندهم ماشي عقل، عندهم عقل تحمار ولا ما على باليش. الجزائريين واجهوك بالقانون، واجهوك بالقانون، ما قالوا لك والو، قالوا لك انت يا كاينه حاجه انه كي تتعدى كاش حدود تاع كاش دوله راح تدي السقله وقد تصل الى القتل. فانت يا بكل بساطه حاولت تجاوز الحدود وديت السقله، هذا ما كان، هذه هي اختصروها لك نقطه عد الى السطر، لانه كرهنا من الصياح تاعكم و والنوباح تاعكم والفيديوهات الفارغه اللي راكم تديروا فيها وسنحتل الجزائر ونحن قادرون على الجزائر وهذيك الحكايات. ما تهدروش باش تهدروا، حبيتوا تحتلونا حبيتوا تهاجمونا هاجموا، رانا نستناو حنايا. قلتها لكم هذيك الخطره، رانا نستناو الجزائريين كامل راهم في الانتظار، نستناوكم اليوم وغدوه واللي بعده واللي بعد بعده. قاعدين لكم تجيونا تديوا السقله وتروحوا. وكاين سؤال نسقسيكم يا المراركة، انتوما علاش ما خرجتوش وما درتوش كيما هكذا نهار التطبيع؟ علاش؟ هذا هو السؤال تاعي، بسيط جدا. علاش؟ كي جاوبوني على هذا السؤال راح نفهم بزاف صوالح.
لكن كيما ما جاوبونيش راح نقول لكم بكل بساطة باللي انتوما مراض بينا، انتوما مهابل بينا، مهابل بحاجة اسمها الجزائر. الجزائر راهي تمشي لكم في عقولكم الداخل. على كل حال إجابة ما عندكمش تسمى تاع الصح مهابل بينا، هذه هي الجزائريين. المهم كامل كامل اهبطوا لتحت، خليوا اللايك تاعكم للفيديو هذا، راكم على بالكم امي سينياليو راهم يهاجموا في القناة ويديروا كلش من اجل عدم نشر الحقيقة، فانتوما ساهموا بنشر الحقيقة عن طريق اللايك تاعكم وانشروا الفيديوهات مع اصحابكم، والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديوهات قادمة.